لمجموعة من الأخبار المتنوعة. أعلن منتخب كاب فيردي بقيادة المدير الفني الوطني بوبيستا عن القائمة النهائية اللي هيخوض بها منافسات كأس أمم إفريقيا واللي هتستضيفها كوت ديفوار بإذن الله من الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير، ويخوض منتخب كاب فيردي منافسات أمم إفريقيا 2023 ضمن مجموعة منتخبنا رفقة إن شاء الله بإذن الله غانا وموزمبيق. ويتصدر الثنائي بيبي لاعب رايو فالكاو الإسباني وديجانتي لاعب الفتح السعودي قائمة منتخب كاب فيردي. وهيبدأ منتخب كاب فيردي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره منتخب غانا يوم 14 يناير المقبل بإذن الله. وكشف جمال بالماضي المدير الفني المنتخب الجزائر عن قائمة فريقه اللي هتشارك إن شاء الله في أمم إفريقيا، وكان بيتعرض لبعض الانتقادات والبعض الكلام، ولكن هو ما فيش شك مدير فني كبير وقدر ان هو يعمل هوية وأداء وطريقة مع منتخب الجزائر، وكان عنده شراسة هجومية بشكل كبير جدا في منتخب الجزائر وعناصر هامة زي بليلي وبغداد بونجاح، وكان عاملين شغل في الحقيقة رائع. منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية هيكون في قائمته التالي: